5/10/2012 المعونة الذهب إلى النظام تم الاستيلاء عليها. هذه المعونة جاية للنظام، جاية للجيش في الدامع من طريق الجسر، قام عليها كتيبة السلطان وكتيبة أحفاد صلاح الدين بالاستيلاء عليها. كتيبة أبو القعقاع وكتيبة أبو القعقاع. نزل لي الخبزات. قائد كتيبة السلطان. يلا شباب يلا حبايب. وهذه السيارة الثانية كمان للجيش جاي من طرق قام كتيبة السلطان وشفيع المتواجدة أحفاد صلاح الدين وكتيبة أبو القعقاع توزيعهم للسوار المتواجدين بالغسانية ولأهالي الغسانية. الله أكبر عليك. كتائب الجيش الحر توزع المؤونة لأهالي منطقة الغسانية 5/10/2012 بابا روح يا ابو السلام يا